السلام عليكم، ازيك يا استاذ علي؟ دلوقتي انا هتكلم على بعض التعديلات، في ملاحظه بس سريعه كده، كنت الفيديو بتاع الفلتر انا ما قلتهاش، وهي ان الفلتر نفسه عريض، المفروض يكون اخف من كده شويه، ما يكونش عريض بالشكل ده. عارف ان ممكن انا كنت قلت ملاحظه ان الصفحه الرئيسيه على سطرين، لما تبقى على سطر ممكن تبقى اصغر، بس برضه يفضل انها تكون اصغر من كده كمان، لان انا برضه شايف هنا المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا، انا حاسس ان هي كبيرة برضه. فبيتهيالي لو الفلتر ده، الفلتر اللي هو ده كده بقى بالارتفاع ده كده اللي هو موجود هنا كده، اعتقد هيبقى كويس وصغير كده وسيمبل وبسيط ومناسب. فياريت الفلتر يبقى بالحجم ده. في حاجة كمان، المستطيل ده، المستطيل اللي هو ده كده او ده كله، يعني لما باجي اقف هنا مش نشط، لما باجي اقف على الكلمة بيكون نشط، يعني لو كلمة خدمات نشط، هنا مش نشط، بوستات نشط، هنا مش نشط. لو رحت على الصفحة الشخصية وهنا نفس الفكرة، هنا مش نشط، هنا نشط، هنا نشط، هنا مش نشط، هنا نفس الفكرة كده، هنا برضو نشط، هنا مش نشط. فأنا هروح للصفحة الرئيسية تاني، فرجاء يكون المربع كله نشط، المربع كله نشط، بحيث ان انا اضغط هنا، اقف هنا اضغط بسهولة، فيجي لي علامة الكف اللي هو النشط، يعني ان هو يقول لي نشط. اقف هنا، 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 في اي حتة يكون نشط. ونفس الفكرة في الحاجات اللي قلتها انا من شوية دي، اللي هي اللي فاتت دي برضو، يعني اي مستطيل. ويفضل يكون المستطيل صغير عن كده شوية، ما يكونش كبير، يعني المستطيل ده من هنا كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده لحد هنا كبير قوي، ممكن يكون صغير عن كده شوية، ما يبقاش بالشكل ده. يعني لو رحنا ممكن يكون بالشكل ده كده مثلا، يكونوا يعني يكونوا صغيرين بالشكل ده كده، يبقى كده ايه، اسهل شوية او شكله يعني ايه سيمبل اكتر. يعني اللي بعد كده، لما باجي اضغط على الخدمات مثلا، ضغطت خدمات فبتظهر لي الخدمات بالشكل ده كده، انا حاسس ان شكلها مش منتظم، يعني بيديني على حسب الحجم، يعني الخدمة دي كده فيها كلام شوية فتظهر من المسافة دي للمسافة دي، الخدمة دي طويلة قوي فبتاخد خدمتين في بعض، مش متناسقة، يعني الخدمة دي مثلا فيها كلمتين صغيرين أو كلمة صغيرة، الارتفاع بتاع الخدمة، الارتفاع يعني الحجم بتاعها أقصد، يعني مش زي ده، مش زي ده، مش زي دي، مش زي اللي تحتيها برضو، أو ممكن يكون زيها عشان هي نفس الظروف في الكلام، زائد ان هنا فاضية قصادها، يعني هنا خدمة واحدة قصاد خدمتين، المفروض يكون طالما خدمتين قصاد بعض خلاص مفيش مشكلة. انا كنت في التصميم القديم كنت عامل بالنسبة للصفحة الرئيسية خدمات، لما يجي يضغط هنا على الخدمات فكنت منسقها بالشكل ده، اللي هو يعني خدمة افتراضية كده وخدمة وخدمة، بس طالما هي جت بالشكل ده كده مفيش مشكلة، بس المهم ان هي تكون يعني خدمتين قصاد بعض ويكونوا ثابتين، يعني الحجم ثابت. وهنا الكلام الزيادة هينطبق عليه نفس الكلام بتاع قراءة المزيد، يبقى هيظهر مثلا 4 سطور او 5 سطور حسب ما تحس ان هي مناسبة، ويجي عامل قراءة المزيد بحيث يدخل يقرأ المزيد. حاجة تانية، ان لما باجي اضغط على اي خدمة من دول ما بتفتحش، يعني انا دلوقتي هختار اي خدمة مثلا وليكن دي، هنا نشطة كل حاجة، بس اجي اضغط ما بيجيبليش اي حاجة. لو ضغطت على اي خدمة من دول، يعني دي خدمة انا كنت عاملها اهو، ما بيجيبليش حاجة خالص، بيرجعني تاني في بداية الصفحة. نيسان دي مثلا اهو برضو بيرجعني في بداية الصفحة وما بيعمليش اي حاجة، فدي مشكلة عايزة برضو حل، ان لما باجي اضغط على هو بيكون نشطه وكل حاجه بس ما بيفتحليش الخدمه نفسها وتفاصيلها.
المفروض لما باجي اضغط على اي خدمه تفتح وافهم تفاصيلها واقعد اقرا تفاصيلها بسهوله. يعني حاجه كمان، الخط هنا باهت جدا، نفس الفكره بتاعت البوستات في الصفحه الرئيسيه، بوست الخط لازم يكون واضح زي ده كده، يعني ده كده واضح الواحد يقدر يقراه، لازم يكون الخط هنا واضح مش باهت بالشكل ده. لو حبيت اضيف خدمه دلوقتي حالا اهو، هجرب كده اضافه خدمه مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. وليكن مثلا اكتب هنا خدمه، عنوان الخدمه وليكن بيع تليفونات او بيع هواتف مستعمله مثلا. هاخد نص الكلام، هاخد اي نص وليكن ده اي نص، وبعد كده هروح هنا وصف الخدمة. نيجي بقى في الحتة المهمة جدا دي، الخدمة دي خدمة فرعية ولا خدمة رئيسية؟ ايه اصلا الفكرة فيها؟ الفكرة كلها في ايه؟ في ان انا دلوقتي انا كمستخدم اللي هو انا احمد، مسموح لي ان انا اضيف خدمة واحدة بس في اي قسم. يعني انا دلوقتي لو اخترت قسم الطب والصيدلة او المهن اليدوية او مطاعم او ملابس، فانا ليا ان انا اضيف فيها خدمة واحدة بس، مش بوست منتج. بالنسبة للخدمات، في فرق بين الخدمات والبوستات. الخدمة دي بتكون كأني بعلن عن نفسي ان انا ببيع الخدمة او بقدم الخدمة الفلانية. يعني مثلا انا بالنسبة لي هنا هختار الكترونيات، انا دلوقتي ايه، فانا هنا يعني اضافة خدمة جديدة، بيع هواتف مستعملة، انا هبيع الهواتف المستعملة، وده وصف للخدمة بتاعتي. هقول مثلا انا الخدمة بتاعتي دي انا بقدمها فين ومواصفاتها ايه والشغل بتاعي ايه والمحل بتاعي اسمه ايه او كده. انا مش مسموح لي، بالنسبة لي كأحمد مش مسموح لي اقدمها خدمة رئيسية، يعني خدمة رئيسية، يعني ما اقدرش اقدم خدمتين رئيسيتين، يعني هقدم خدمة رئيسية واحدة بس، واقدر اقدم اكتر من خدمة فرعية. يعني انا دلوقتي هسجل نفسي في القسم الالكترونيات، اسف معلش هرجع تاني. دلوقتي انا هنا هقدم خدمة رئيسية، القسم الكترونيات، القسم الفرعي موبايلات، الدولة هختار ايجيبت، اختار هنا المحافظة البحيرة، فين البحيرة؟ بحيرة. اختار المدينة، هختار ايتال بارود. الحي هكتب شارع نقول ايه، شارع مثلا المركز، شارع الجمهورية، ومش هحط هاتف ولا اي حاجة. وهختار هنا صورة الخدمة، هحط صورة للخدمة وليكن هتكون الصورة دي مثلا، واقول اضافة خدمة. تم اضافة الخدمة هنا بنجاح. المفروض انا بالحساب ده كنت عامل خدمة قبل كده، وكنت عاملها خدمة رئيسية، فالمفروض ما يقبلش الموقع مني ان انا اعمل خدمتين رئيسيتين في نفس القسم. وانا كحساب، بحساب اللي هو اسم احمد، يعني انا بالحساب بتاعي ده اللي هو احمد، انا ليا خدمة رئيسية واحدة بس، خدمة رئيسية واحدة بس، علشان دي هيكون فيها الاولوية لظهور المنتجات بتاعتي وعرض المنتجات بتاعتي للناس اللي بتدور على الخدمة الرئيسية كأولوية اولى. الخدمة الفرعية دي هتبقى اولوية تانية، فهتيجي في ترتيب الاولويات اللي بعد كده، لكن الأساسية أو الرئيسية هظهر فيها بشكل
سهل في الاول. بمعنى ايه؟ انا حاسس ان انا ايه ما وضحتش الحته دي، هقولها تاني. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي في كام واحد عنده عمل خدمه رئيسيه في الموبايلات، في ايتال البارود، في 10 عملوا خدمه رئيسيه في ايتال البارود موبايلات زي انا كده عملت خدمه رئيسيه. يبقى دلوقتي لما اي حد يجي يدور هنا في الفلتر ويختار الالكترونيات ويختار هنا التخصص اللي هو الاقل، يعني الموبايلات او كده، ويختار الدوله لحد ما يوصل لحد ايتال البارود، لما العشرة دول لما يجي يدور في العشرة دول لما يجي يدور في العشرة دول هيلاقي العشرة، طالما هم رئيسيين يبقى هيلاقي العشرة دول بمنتهى السهولة، طالما العشرة مسجلين نفسهم خدمة رئيسية. طيب لو واحد تاني، واحد رقم 11 بقى، مسجل نفسه خدمة رئيسية في قسم الطب مثلا، ومسجل هو نفس الشخص مسجل لنفسه خدمة فرعية موبايلات، يبقى هو هيجي رقم 11 في الأولوية. يعني لما يجي الشخص اللي بيدور على الموبايلات في إيتال البارود يتقال انه هيمشي بالفلتر لحد ما يوصل لإيتال البارود، هيظهر هو رقم 11 في الاختيارات. وصلت الفكرة؟ ولذلك مش مسموح للشخص انه يسجل في خدمة رئيسية غير في قسم واحد بس. يعني انا هسجل في قسم الموبايلات، هختار هنا الموبايلات مثلا الكترونيات او الكترونيا، يبقى انا هنا لما اجي اختار هختار موبايلات بالنسبة للرئيسي. طب لو انا فرع، طب ايه فايدة الفرعية؟ الفرعية بالنسبة لي انا دلوقتي سجلت خدمة رئيسية للموبايلات، انا دلوقتي حابب عايز اعرض خدمه بيع كمبيوتر مثلا، عايز بس هخليها خدمه فرعيه. يبقى لما اجي اسجل بالنسبه لخدمه الكمبيوتر هعملها خدمه فرعيه مش رئيسيه. وطبعا هينطبق عليا نفس الكلام اللي كنت المثل اللي ضربته من شويه اللي هو رقم، هيبقى رقم 11. يعني لو في 10 بيقدموا في ايتال البارود خدمه بيع كمبيوترات بس هم بيقدموها بخدمة رئيسية، أنا لو ما أقدمها خدمة فرعية كمبيوترات هظهر رقم 11 وهكذا. أتمنى يا رب تكون الحتة دي وصلت. في بس ملاحظة سريعة كده معلش حابب أقولها، يعني أنا دلوقتي عاوز أجرب أكتر من قسم، ده دي حاجة ليا أنا عشان أنا عايز أجرب يعني أكتر من قسم، فمش عارف اجرب اكتر من قسم غير الكترونيا بس اللي هو الالكترونيات ده بس. يعني انا لو دخلت على قسم الطب مثلا، معلش برضه انا باجي هنا، معلش اسف، لو جيت هنا في الخدمات اضافه خدمه، لو جيت هنا بختار اي قسم تاني غير، يعني لو اخترت هنا قسم الكترونيا فبيتحول لي هنا بشكل اوتوماتيك اختار القسم الفرعي، بلاقي هنا موبايلات علشان اقدر اضيف اكتر من خدمه واقدر اجرب الموقع يعني. فهنا لو انا اخترت مهن يدوية مش هيظهر لي هنا حاجة، لو اخترت موبيليا مش هيظهر لي اي حاجة. فرجاء تعمل لي بس كمان قسم او اتنين او تلاتة تحط لي فيهم قسم فرعي كمان علشان اقدر اجرب اكتر من قسم واشوف عملية البحث هتبقى ماشية ازاي، واكون شاكر جدا للحتة دي يعني. طيب دلوقتي انا في حاجة عملتها وعاوز اجربها برضو مع حضرتك دلوقتي. انا في حساب تاني عملت بحساب تاني باسم بالصورة دي كده، وضفت منه خدمة، يعني اضفت خدمة، حطيت بوست كده وبجرب. فروحت عشان اجرب ده الحساب بقى اللي هو هنا اللي هو بصورة انا ده، رحت علشان اجرب ادور على الخدمات اللي موجودة يعني. فروحت هنا الكترونيا موبايلات، لان مش قادر طبعا احط اكتر من حاجة اكتر من كده. جيت داخل على المكان ايجيبت، ثواني كده، هنا البحيرة اسوان، انا تقريبا كنت في اسوان وعامل سيرش، جات لي هنا الخدمة، يعني ظهرت لي هنا الخدمة بالشكل ده كده اللي هي بالشكل الطويل ده. انا دلوقتي ده الحساب التاني، عايزك تركز معايا في الحتة دي، ده حساب تاني انا ضفت منه خدمة، وده الحساب
لحظة، ده وده الحساب اللي أنا بتاع أنا الشخصي. فدلوقتي تنتني استنيت يعني قعدت أدور على المكان اللي هاخد منه الخدمة، قصدي اللي هدور على الخدمة فيه يعني. فوصلت لإيه؟ لأسوان. أنا كنت حاطط هنا في الخدمة في الحساب القديم اللي هو ده، كنت حاطط الخدمة في أسوان. طيب الملاحظة بقى اللي عايز أقولها، الخدمة أنا كنت حاطط الخدمة مش بالصورة دي، يعني الصورة دي ما كانتش هي دي الصورة، أنا كنت حاطط بصورة تانية، كنت حاطط الصورة دي في الخدمة اللي هي اللي أنا قدمتها من الحساب ده، وظهرت لي هنا كنص طويل، وأنا كنت حاطط النص ده فعلا، بس الصورة ما هياش موجودة، الصورة دي ما هياش موجودة. فرجاء تعدل لي الحتة دي، يعني أنا لما أجي أختار الصورة أو أختار الخدمة أدور على الخدمة فتظهر لي الصورة الطبيعية بتاعتها. وطبعا بينطبق عليها نفس الكلام، أنا لما أجي أضغط هنا لازم تظهر لي، ولازم الحجم ده ما يكونش طويل قوي كده، لان انا دلوقتي حطيت، لو انا حطيت يعني خدمة تانية في اسوان في القسم بتاعهم اللي هو يعني انا كنت هنا كنت عامل الخدمة في اسوان ودراو او مش عارف ايه المركز اللي عامله، فهيكون في اكتر من قسم، اكتر من حد حاطط الخدمة بتاعته، فعايزها تكون بشكل متناسق، ما تكونش بالشكل ده كده، يعني الشكل ده كده دي كبيرة، طب لو التاني صغيرة. رجاء الحتة دي تتظبط بعد إذنك. في حاجة كمان، لما باجي أدخل على صفحتي الشخصية اللي هي خدماتي، أدخل هنا على خدماتي من الصفحة الشخصية وأدخل على خدماتي، بضغط عليها بتجيلي بالصفحة دي كده. فما اعرفش هل في هنا بيقول لي الصفحة تالفة او يعني مش شغال، فياريت برضو حضرتك تظبطها لي كده وتشوف لي فيها ايه.